اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه ان بلدنا دايما استطاعت انها تثبت للعالم انها قادره على تنظيم مثل هذه المحافل الدوليه العالميه الكبيره، فاحنا بنشوف دلوقتي مطار شرم الشيخ واستقباله لعدد كبير من ضيوف مصر وزوار مصر في كوب 27، ويعني التطوير الكبير اللي حصل في مطار شرم الشيخ ولمسناه جميعا استقبال هذا العدد الضخم من ضيوف مصر خلال قمه المناخ. خلينا نعرف اكتر يعني شيء من التفصيل كده عن اللي حصل في مطار شرم الشيخ من تطوير. دلوقتي معانا استاذ باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدوليه ورئيس اللجنه الوزاريه للاعداد لمؤتمر المناخ. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. الساده المشاهدين، يشرفنا نكون مع حضرتك النهارده. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مساله التطوير اللي حصلت في مطار شرم الشيخ، الحقيقه انه المدينه كلها اتطورت، المدينه كلها اتغيرت، ويمكن زي ما الناس بتقول على مواقع التواصل الاجتماعي شرم الشيخ ما بقتش شرم الشيخ اللي احنا عارفينها. من اول ما بتنزل من باب الطياره بتشوف التطوير ده وبتقدر تحس في سرعه خروجك من المطار، سرعه الاجراءات، لكن كمان احنا بنتكلم على انه بقى في رحلات بالوقود الاخضر، يعني شيء مختلف خالص الموضوع، بقى في شيء كبير من التطوير. بالظبط يا فندم. بالنسبه لمطار شرم الشيخ، كان عندنا مبنى 2 كان تحت التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 مليون إلى 10 مليون راكب سنويا. تم افتتاحه قبل المؤتمر الكوب تقريبا بأسبوعين. خلال التجهيز للكوب في بعض الإجراءات تمت في المطار، تطوير التارمك للمطار، زيادة مواقف انتظار الطائرات، دي طبعا عشان نقدر ان احنا نكفي كم الطائرات الكبير اللي وصل فعلا بالفعل مطار شرم الشيخ خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. فمثلا استندات الطائرات او مواقف انتظار الطائرات زادت من كانوا 46 بقوا 67 مواقف انتظار طائرات، وده طبعا احنا كنا عاملين حسابنا عشان كم التشغيل للكم الهائل من المشاركين الوافدين للمؤتمر. هل شرم الشيخ استقبلت ضيوف بهذا الحجم قبل كده؟ حضرتك، هقول لحضرتك حاجه مفارقه غريبه جدا. احنا طبعا اتبلغنا من الاول من شهر فبراير اللي فات على المؤتمر وابتدينا نشتغل فيه، وكان مبلغين ان احنا 40,000 مشارك. لحد 20 سبتمبر اللي فات كان العدد الريجسترد في المؤتمر على الموقع الرسمي للمؤتمر كانوا 7500، وده خلانا شويه ان احنا نشك في الاعداد. الجامب اللي حصل ما بين سبتمبر لاخر اكتوبر وصلنا فعلا ريجستريشن عدى ال 40,000. ومساله انه المطارات تكون صديقه للبيئه، ايه اللي تم من تطوير في هذا الشان؟ احنا حضرتك مطارات صديقه للبيئه، بالنسبه لمطار شرم الشيخ احنا عملنا ساحه انتظار السيارات امام المبنى، دي اتعملت فعلا بالطاقه الشمسيه. بعيدا عن شرم الشيخ احنا عندنا طبعا مبنى ركاب مطار برج العرب يساع 4 مليون راكب سنويا. ده حضرتك بالكامل صديق للبيئه، ده ان شاء الله هيتم افتتاحه في يوليو القادم ان شاء الله 23. يعني المساله مش بس تقتصر على مطار شرم الشيخ، لو احنا بنتكلم عن تطوير. طبعا يا فندم، احنا عندنا تطوير كامل ومستمر في المطارات المصريه لزياده الطاقه الاستيعابيه باستمرار. طيب احدث هذه المطارات وما تتضمنه من امكانيات اللي تم فيها تطوير؟ احنا عندنا طبعا مطار سفنكس، ده افتتح قريبا وتم تشغيل رحلات بالفعل فيه. مطار سفنكس حضرتك كان بيسع 300 راكب ساعه بطاقه استيعابيه تقريبا 400,000 راكب في السنه. تم تطويره وتم افتتاحه في اول نوفمبر الحالي. ده حضرتك بقى 900 راكب ساعه بطاقه استيعابيه سنويه 1,200,000 راكب سنويا. الى اي مدى ده يسهم في تسهيل الحركه من والى مصر واحنا بنتكلم داخليا او حتى خارجيا؟ ده حضرتك طبعا بيزود، احنا ده كله حضرتك عشان في هدف، سواء ان احنا حضرتك نزود الرحلات الجويه للمطارات المصريه او لتنشيط السياحه بشكل خاص، لان طبعا مطار سفنكس هيساعد كتير جدا في زياده عدد الوافدين السياحه الى للمنطقه دي بالذات مع افتتاح المتحف الكبير وسياحة اليوم الواحد، يعني في كذا اوبشن ليه. طيب مسألة انه نرجع للمطارات الصديقة للبيئة وانه فيها اعادة تدوير وانه في اهتمام بمسألة خفض الانبعاثات في الطيارات، ازاي ده كان بيتم؟ بص حضرتك، احنا عندنا طبعا الموضوع الخفض الانبعاثات والملف ده ملف فني ممكن انا ما ادخلش فيه قوي، بس هقول لحضرتك نظرة عامة على الموضوع. طبعا حضرتك الايكايو اللي هي المنظمه الدوليه للطيران المدني بتدور الملف بتاع الانبعاثات، واحنا طبعا كشركه عالميه داخلين فيه.
حضرتك جبتي قلتي على موضوع الوقود الحيوي. الوقود الحيوي يعني احنا سيرنا رحله من باريس لشرم الشيخ وقود حيوي بنسبه 37% وقود حيوي. بس طبعا هي رحله وبعد كده حضرتك على اللونج ران هيبقى في امبروفمنت في الموضوع ده على مستوى الشركات الطيران كلها مش مصر ران بس. اهميه استخدام الوقود الحيوي ده ايه؟ ولو احنا بنتكلم على قمه المناخ وخفض الانبعاثات مدى استيعاب الشركات لاهميه ده الفتره اللي جايه؟ لا هو حضرتك الشركات مستوعبه واحنا عندنا ادارات في اداره في مصر ران مسؤوله عن الموضوع ده وبتتابع وبتدي انفورميشن كامله ريبورتنج للايكيو بصفه مستمره. وان الوقود الحيوي ده طبعا داخل اهم حاجه فيه ان هو بيقلل الانبعاثات. ايضا تم استخدام يمكن خطط ترشيد داخل مباني الشركه القابضه مصر للطيران برضو. احنا بنتكلم على ترشيد استهلاك الطاقه وكل هذه الاشياء، فواضح انه في خطه واستراتيجيه داخل الوزاره بده. طبعا يا فندم، يعني احنا حتى في مطار شرم الشيخ في ضمن خطه التطوير اللي حصلت الفتره اللي فاتت ان احنا عودنا الاضاءه كلها لليد. بنحاول ان احنا حضرتك نواكب الموضوع بتاع خفض الانبعاثات وان احنا نكون مواكبين للمطارات العالميه. استاذ باسم، ازاي استعديتوا لكوب 27 من ساعه ما تم ابلاغكم ان مصر ستستضيف قمه المناخ القادمه هنا في شرم الشيخ؟ استعداداتكم ايه في وزاره الطيران المدني في المطارات؟ ايه اللي تم؟ في الواقع في بداية الأمر في شهر فبراير الماضي في 2022 جت بعثة من سكرتارية الأمم المتحدة المسؤولة عن الطيران بالنسبة لمؤتمر الكوب، وعملت سيرفي على مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ للتعرف على الإمكانيات اللي موجودة، وكانت زيارة إيجابية جدا. من وقتها حضرتك عملنا اللجنة. هل في اشتراطات معينة اللجنة دي بتحطها تكون موجودة داخل المطارات للدولة اللي هتستضيف كوب 27؟ بص حضرتك، هم لما بيجوا بيبقى معاهم تشيك ليست بيعملوا عليه تشيك كامل. احنا الحمد لله كومبلاينج. محاورها ايه؟ كل حاجة، السيرفيس اخباره ايه، التسهيلات اللي بتقدم في المطار، اللونجات، حجم المطار قد ايه، التسهيلات الموجودة فيه، امكانيات الترانسبورتيشن، كل حاجة بيبصوا عليها. واحنا كنا كومبلاينج 100% مع المطلوب. كان مطلوب بس حاجة واحدة، زيادة رحلات خلال فترة المؤتمر، وده شيء طبيعي طبعا. واحنا طلبنا ان احنا نكون احنا النهارده في اليوم الثالث للمؤتمر تم تيسير كام رحله؟ احنا حضرتك احنا البلان بتاعنا خلال فتره المؤتمر حوالي 300 رحله في الاتجاهين عشان ننقل تقريبا. ده داخلي وخارجي؟ داخلي ما انا هقول لحضرتك على الخارجي. هو الداخلي في حدود 300 رحله. بالنسبه للخارجي تم تسيير رحلات بالفعل من الخارج من 9 ديستنيشن على شبكه مصر طيران. شغلنا من لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ اسطنبول ودبي، واخترنا 3 نقط في افريقيا، كينشاسا نيروبي. دي دايركت على شرم الشيخ؟ دايركت على شرم الشيخ يا فندم، ودي ساعدت كتير جدا، نقلت حوالي 1500 راكب دايركت. بالنسبه للرحلات اليوميه احنا عندنا فوق ال 10 او 15 رحله كل يوم بطرازات عريضه. لحد النهارده اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها نقلنا حوالي 22500 راكب، ومن المنتظر خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هنوصل ل 34 او زياده على 34000. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدوليه وايضا رئيس اللجنه الوزاريه للاعداد لمؤتمر المناخ. شكرا جزيلا على جهودكم الكبيره اثناء مؤتمر المناخ. شكرا جزيلا. شكرا.